كي شغل اوتيل للبيع بيه بلي كليون تاوعو، الناس راهم كاريين ودراهمهم يدخلوا كل شهر. اروح تشوف لافير تاع اليوم، يجيبها لكم الوكيل الايموبيلي من امام هذا المنظر الجميل. السلام عليكم احبابنا احباب الوكيل الايموبيلي، انتم اللي راكم تسناو في الجديد، والجديد دائما نجيب لكم الوكيل من خلال ما يقدموا لكم من لي زافير. اليوم ريكيب جبنا لكم عقار ولا اروع، مجمع سكني ار بلس 5 زائد حديقه. وين رانا؟ في ولايه البويره اكزاكت، رانا في تجزئه كريم بالقاسم، بلديه راس بويره الجديده، دائره البويره، ولايه البويره، بويره الجميله، البويره الساحره، البويره اللي فيها عقارات مميزة وفيها لافير تاع لي زافير. هاوليك المجمع السكني تاعنا لي فريم وليكيب، راهو فيه 10 ديزاف دو كامل مكريين، وفيه 3 كراج مكريين. فريمو راح تشري عقار به بالإيرادات تاوعو، به بالأرباح تاوعو. فريمو عقار استثماري ولا أروع في هذا المكان المميز. العقار تاعنا راهو فيلا ار بلس 5 زائد حديقة بعقد ملكية ودفتر عقاري. قلنا باللي العقار تاعنا راه في تجزئة كريم بالقاسم بمساحة تاع 403 متر مربع. فريمو 4 ايران، ليكيب اكثر من 4 ايران، مبنية منها 355 متر مربع، 350 متر مربع، باقي المساحة راهي عبارة عن حديقة. نروحوا نشوفوا الحديقة هي الاولى باش تعرفوا باللي المكان راه مميز وجميل جدا، خاصة انه الحديقة تاعنا راهي باشجار مثمرة، ومكان جميل جدا وين تقدر تريح فيه ولا تقدر تزرع فيه كيما تقدر تبني فيه. ليكيب العقار تاعنا اليوم تبعونا مليح، راهو ما صورناش كلش لانه كاين ناس راهم ساكنين وكاين عند صاحب العقار. هاي ليك الحديقة تاعنا، الجنينة تاعنا اللي صاحب العقار وداير فيها اشجار مثمرة. ليكم كيفاش مخدومه الجنينه تاعنا، راهي بالجرياج صاير داير، اون بليس كاين الاشجار المثمره في كامل الحديقه كيما نشوفوا. ليكيب جنينه معناتها تشرح الخاطر كيما نشوفوا، جميله جدا باشجارها الجميله، الاشجار المثمره هذو وين تقدر تحافظ عليهم كيما تقدر دير بزاف تعديلات في الجنينة تاعك، زيد دير أشجار أخرى ولا تبني في الجنينة تاعنا كما نقدروا نديروا بزاف أمور استثمارية في هذه القطعة تاع الأرض الجميلة والجميلة جدا. فريمو الأرض دوكا راهي كنز، شوفوا الفول، شوفوا الزيتون، كل حاجة معناتها تقدر تعاود ترجع لك الأرض هذه بعائدات ليك، وخاصة إذا كنت من الناس اللي يحبوا الفلاحة ويحبوا الزراعة. يلا نوري للعقار تاعنا وين راح نلقاو. عندنا 10 لي زابارتمون اف 2 زائد 4 كراجات، 10 لي زاف 2 كامل مكريين. ما قدرناش نصوروا، نروحوا مباشره نشوفوا الطابق تاعنا اللي راهو فيه مخدوم بشكل جيد، فيه ان صالون كبير. عندنا صالون كبير زائد غرفه زائد مطبخ وحمام ومرحاض وتيراس. نروح نشوفوا هذا العقار او هذا الطابق اللي نقدرنا نصوروا فيه، راهو مخدوم بشكل جيد. ليكيب ليكم لما نشوفوا هذا العرس نعرفوا باللي العقار تاعنا كبير وكبير جدا. ليكم الاستقبال ولا الصالون تاعنا شحال راهو واسع. ليكيب وين واش يعمروا هذا الصالون بلي فوتاي ولا. عندنا هذه الغرفه اللي رانا نشوفوا فيها صاحب العقار ويستعملها كصالون، وعندك الحاجة الجميلة انه التهوية والاضاءة يجي من جميع النواحي، خاصة لما نعرفوا انه عندنا دو فاصاد برينسيبال، عندك فاصادة على الطريق وفاصادة طلع الجنينة. وليكم البالكون تاعنا شحال واسع وشحال كبير على طول، شغل فاصاد لاتيرال يطل على الشارع الرئيسي كما نشوفوا. ليكيب نظارات ولا اروع من خلال هذا واش انا نشوفو. اون بليس الحي تاعنا هادئ جدا ليكيب، وانا نشوفو باللي غير لي فيلا حاجه مميزه جدا. كل حاجه راهي قدامك متوفره في العقار تاعنا، 300 متر على وسط المدينه،
كلش متوفر قدامك، المؤسسة التربوية عندك، المحلات، كل حاجة قريبة لك. فريمون ليكيب ولا أروع العقار تاعنا ليكم سال دو بان شحال كبيرة، الله يبارك ما شاء الله. هذه السال دو بان شوفوا شحال كبيرة، وين يقدر الإنسان معناتها يكون فليتسع في السال دو بان هذه، ومخدومة بشكل جيد، فيها بينوار مخدوم مبني وعقار، يعني فريمون ليكيب ولا أروع، كبير كبير جدا، 350 متر مربع، مساحة ماهيش صغيرة. ليكم الكويزين كيفاش دايرة، أيضا مخدومة بشكل جيد، واسعة كبيرة، فيها لي بلاكار، فيها مساحة تخزين كبيرة، فيها دو بالكون، معنتها فريمون كويزين ولا أروع ليكيب في العقار تاعنا اللي راهو مميز ومميز جدا. اللي أنا قلنا أنا في تجزئة كريم بالقاسم، بلدية راس بويرة الجديدة، دائرة البويرة، ولاية البويرة، معناتها رانا في سونتر فيل تاع البويرة، ما راناش بعاد، رانا في عاصمة الولاية داير في المكان هذا المميز اللي راهو تجزئة كريم بالقاسم، وين عندنا إطلالات على الجبل على المدينة، عندك بزاف إطلالات جميلة، بانوراميك ليكيب ليكم كيفاش تبنى مدينة البويرة ومقابلنا هذا الجبل الجميل. البويرة معروفة بالطبيعة تاعها وبالخيرات اللي فيها، معناتها ولاية فيها ربي حباها بالعديد من الخيرات اللي راح يعودوا على أهلها وعلى الساكنة تاعها بالخير. طبعا ما كل واحد فينا ماذا به يعيش في مكان وين كل حاجة متوفرة، كل حاجة رخيصة، وهذا الأمر اللي احنا نلقاوه في ولاية البويرة اللي فيها كل المنتوجات، هذه الأرض الطيبة اللي تخرج كل خيرات الأرض من هذا المكان المميز، وحتى النظرة الجميلة في هذا البالكون ليكيب ولا أروع. نروح نشوفه هذا الطابق، الطابق اللي راهو هذا ما راهوش مكتمل، راهو سيمي فيني، ماهوش مقسوم، معناتها شفنا باللي الصالون تحتاني ايضا ماهوش يقدر الانسان يزيد يموديفي فيه، يدير صالون صغير ويزيد لي شومبر. هنا عندك ايضا شوفوا نقولوا انطيراس ولا نقولوا فيروندا كبيره مغطيه داير، حاجه ما شاء الله معناتها اكثر من البالكون، وكبيره كبيره ما شاء الله. شوفوا العقار تاعنا، شوفوا الاسباس اللي تقدر تمودي فيه كيما تحب، ايضا الاطلالات المميزه اللي عندنا بليزور فاساد في العقار تاعنا. الحاجه الجميله انه ما عندكش الفيزافي، ما كان حتى حد واحد يقابلك من جميع النواحي، وعندك هذه الطيراس الجميله في العقار تاعنا. فريمون ليكيب عقار ولا اروع، جميل جدا، مخدوم بشكل جيد، مبني بشكل جيد، اون بليس عنده اطلالات مميزه، وزيد استثماري، معناتها راح تشري عقار ربحي 100% لما تعرف انه كاين 10 ديزاف دو راهم مكريين، وعندك 3 كراجات مكريين ايضا من مجموع كامل العقار تاعنا. عندك فقط الايطاج اللي شفناه فيه صالون وين شومبر كويزين وطواليت ودوش وتيراس، وعندك هذا العقار وهذا الاسباس او هذا الايطاج اللي راهو غير مكتمل اللي شفناه فيه انه مفتوح، تقدر تكمله كيما تحب، وعندك هذه الاطلالات الجميله والمميزه في تجزئه كريم بالقاسم. يلا نديروا معلومات سريعه، فيلا ال بلس 5 زائد حديقه بعقد ملكيه ودفتر عقاري، تجزئه كريم بالقاسم، راس البويره الجديده ودائره البويره، مساحة 403 متر مربع، مبني منها 350 متر مربع، قلنا عندك 4 كراجات، 10 ديزاف دو، عندك ايطاج مفتوح، وعندك ايطاج غير مكتمل، ليكيب عقار ربحي 100%، كل حاجة قدامك، حديقة بأشجار مثمرة، واش راك تستنى؟ عيط لصاحب العقار اللي حتصيب الرقم تاعو في التعليقات وفي الوصف، ومع الوكيل الموبيلي دايما نجيب لكم عقارات كيما يبغي خاطركم، سلام.